جيم وورد شركتنا اسمها جيم وورد، المطور الجديد في صناعة الألعاب أطلقوا للتو لعبتهم الأولى مدينتي. اللعبة ردة فعل المراجعين كانت طبيعية، لدينا شغف كبير بجيم وورد وما الذي سيحصل له في المستقبل، ما بيحصل له إلا كل خير إن شاء الله، ما غير تفاعلوا. شوفوا فوق على اليمين يا جماعة كم انباعت، 3000.1 شريط. ثلاثة آلاف شريط انباع في الفترة هذه. الترتيب 92 دخلنا أفضل المبيعات، جابت لي 21.9، المعجبين 20 معجب. حلو، جميل. 3000 جميل جدا والله، بداية أشوفها أنها كويسة، ولا إيش رأيكم؟ الآن وحيث أن لعبتك في مرحلة البيع ستتلقى الدخل من اللعبة كل أسبوع، بإمكانك أن ترى أداء لعبتك بالنظر إلى الرسم البياني للبيع. طيب، هذا الرسم البياني. مدينتي كانت ناجحة لدرجة أن لدينا الآن 20 مشجع، وأتوقع هذه بداية جدا قوية والله. شوف ما زالت تنباع، وصلت 5000 شريط انباع. بس تمشي يمشي الوقت، لازم على طول كذا أشوف لي شغلة جديدة. وقفت هذا، ترى بعد فترة هيسحبون يا أخي. ودي أوقف الوقت، شلون أوقف الوقت؟ وقف الوقت. يا جماعة الخير، في شغلة نسيت ما أذكرها هنا في البداية. أنت مديك بعدين تطور محرك نفسه اللي تصنع فيه اللعبة نفسها، تيجي تسوي لك محرك، بعدين تيجي تسوي لك، أتوقع والله أعلم، والله ما شفت أحد صراحة سواها، بس أتوقع أنه يمديك تسوي لك جهاز كونسل كذا، يعني زي الأكس بوكس وتدخل على، ما أدري، بس أحس أن اللعبة هذه فيها في شغلات شفتها وفي شغلات أكياس ما أعطيكم إياها، فأتوقع يعني إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله أتمنى أنها تعجبكم اللعبة، لأن صراحة متحمس فيها وعجبتني. البداية جدا بطيئة مثل ما قلت لكم، لكن إن شاء الله في المقاطع الجاية كذا أبدأ سريع بدون شرح. والمهم نجي هنا يا جماعة، في شيء اسمه عقود بس لسه للحين ما أفتح لي. تطوير لعبة جديدة، خلنا إنشاء تغيير اللعبة، خلنا نجرب الشهادة 7، يعني جبنا ربح 3.5، معجبين 52 وصلوا من 20 على مرتبة المبيعات 92. ما عندي شيء إلا أني أطور لعبة جديدة. لعبة جديدة، العناوين المتوفرة مدرسة، زنزانة، يعني إيش سجن وكذا، زنزانة، وش نسميها زنزانة؟ والله ما أعرف، يعني هروب من السجن، بريزن بريك وكذا، النحشة، خلنا نسميها النحشة، يعني الشردة، زبنها. اختر تصنيف إثارة، مغامرات حسها صح، او استراتيجية، لا هذيك استراتيجية كانت صح اللي قبل شوي، ولا ما سويتها محاكاة انا الدل، كانت استراتيجية ولا، المهم هذه مغامرة ولا إثارة مع البوكس كذا، سجن مغامرة يا اخي. المهم المنصة، لان هذه الخيارات ترى مهمة، يعني يوم تختار سجن يوم تختار كذا، حس عشان تغايم تجيك ولا كيف. هذه المرة بي سي يا حبيبي، روح بي سي، رغم انها 43% حاليا، ما اذكر كم كانوا قبل شوي، بس ما زالت هذه افضل، واتوقع انه مستقبلا يعني مع الوقت الناس يمرون او يحولون للبي سي. الحمد لله ان الوقت يوقف وانا اشرح. طيب النحشة مبنية على النصوص ولا ثنائية الابعاد الاثنين، اقدر هذا ب5000 هذا 10000، لا لازم اختار واحد، احس انها نصوص مبنية على نصوص، خلنا نجرب النصوص يا اخي. ثنائية الابعاد ايش اللي نصوص؟ يعني صور، هي تجيك نفس لعبة اللي تجيك صور بس كذا وفي كلام تحت، لا ما ينفع. القصة اهم شيء، اسلوب اللعب برضه مهم. المحرك، ها انا اتوقع كذا، يعني اسلوب اللعب، يلا خلنا متساوي مع المحرك، بسم الله، او المحرك اعلى بشوي. 45000 معي الحين، الاخطاء اشوفها بدأت تقل. الذكاء الاصطناعي، تصميم المراحل، الحوارات مهمة، تصميم المراحل مهم، الذكاء الاصطناعي ما اللي مش فاهمه صراحة ما بتفلسف عليكم، خلها ناقص. ما في اخطاء الحمد لله، ما في اخطاء، يعني اموري في السليم. مدينتي حطمت رقم قياسي وذلك ببيع 10000 نسخة، يعتبرها تو قبل شوي كنت أقول 3000، يعتبر هذا حدثا مهما في تاريخ جيم وورد. يا سلام،
جميل. الأصوات هل هي مهمة في لعبة سجون؟ ها ولا نغلط نفس غلطة قبل شوي. رسومات يعني مهمة بس تصميم العالم مهم. الأصوات خلاص بنعليها عشان لا يقول لي هذاك أول جيمز اسمه، عشان لا يقول لي مدري إيش. رسومات تصميم العالم، تصميم العالم مهم. 10.5 باعت مدينتي. حلوين حلوين. نقاط البحث هذه مهمة. أخبار المنصة يقول لك تشير دراسات السوق الأخير بأن جهاز G64 لا يزال بيعه مستمرا، مما يجعله متصدر قسم الحواسيب الشخصية أبو ماوس يسار. المستهلكين يفضلون السعر المنخفض، القدرة العالية والمرونة في تكوين الجهاز بعكس الحواسيب المنزلية الأخرى. يعني كأنهم يقولون لي ليه اخترت البي سي، بس ما علينا. خبراء يقولون بأن هذا الشيء من الممكن أن ينهي على روح المنافسة بين الشركات المصنعة للإنتاج الداخلي الحواسيب. أخي ما علينا يا أخي، خلوني اختار اللي اختار. لعبة خارج السوق تم سحب مدينتي من السوق. 10.6 حلوة، تمجني منها 74,000. كويسة يعني، رجعنا فلوسنا اللي ابتدينا فيها بس طيرناها في لعبة ثانية. هي كذا الشركات. الأخطاء صفر خلاص. أوكي تصميم 10 شوية والله، رقم قياسي جديد. كانت 14 أذكرها اللعبة الماضي، ولا 14 كانت التكنولوجيا. تصميم رقم قياسي جديد 10. حلو بدأنا الليفل. ما في ليفل 2، ما في ليفل 2 والله. تقريبا بعد ثالث لعبة بوصل ليفل 2 وتنفتح لنا شغلات كثيرة وتفاصيل جدا كثيرة، فصبركم على اللعبة بالله. حس اني اذيتكم اني انا كذا صانع اللعبة هذه امدح لكم اياها من كثر ما اني متحمس. التقايم الاوليه لعبتنا الجديده النحشه وصلت. طيب بسم الله. ها ها شو اللي اربعه خمسه يبها قصر عمرها. طيب الالعاب الحلوه ما تدوم. سته من الممكن ان يكون افضل انفورمد جيم. شكرا شكرا على السته بلا الهام. جيم هيرو تفاهم بعدين. تركيزهم على القصه المهمات خدم هذه اللعبه كثيرا. يا سلامي على اللي يفهمون يفهمون. All games أنا أشهد أنكم 6-6-5-4. في ناس تفهم، في ناس كم باعت كم باعت. بس ترتيب 87 حلو ما شاء الله، وصلت 5.2 في أول أسبوعين الظاهر. بناء على شائعات تقول أن شركة أش اسمها المهم هذه اللي في الحقيقة موجودة تخطيط لإطلاق جهاز ألعاب منزلي خاص بها نينتندو تعرف بلعبة الأركيد الناجحة والمعروفة دنكي كينج. يعني لسه ما وصلنا بلايستيشن وكذا، ولا تاري وين بلايستيشن الطاير ولا تاري. دامهم يمشون كذا حبة حبة، تقريبا الاتاري بيجي الجهاز الجاي اذا ما خاب ظني، يعني في التسعينات وكذا. فحسنا المهم كثير من خبراء التصنيع يشككون بنجاح اجهزة الالعاب المنزلية، ولكن نحن يا اخي من يوم ما شفت كلمة والله عجزت اقولها يا جماعة. اول ما شفت اخر سطر كذا بدأت تكلج في العربي. نينتندو جهاز نينتندو. ها يا اخي هذا لا كان في التسعينات قصتهم معروفة، كانوا يبون يدخلون مع سوني. استغفر الله، سوني جتهم قالت لهم نبي ندخل في عالم الأشرطة، يعني خلاص الأشرطة تصير نفس الألعاب يمديهم يلعبونها هنا وهنا، يعني يدخلون معهم. فننتندو هذه صرفتهم، ما عجبهم الكلام وقالوا لهم برايكم. وشوف الحين سبحان الله توفقوا، وشوف كيف يعني نجاح سوني. المهم نتندو هذه أكدت شاعات الأخيرة وأعلنت عن خططها لإطلاق جهاز الألعاب المنزلي الجديد بسمى TES في مطلع العام المقبل. جهاز الألعاب يمتاز بالألعاب القائمة على وحدة الرماية بندقية وحدة التحكم، مصمم العصا. حلو 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 حلو. بدينا نمشي يا جماعة، بدينا نمشي. لعبة خارج السوق نحشة سحبت. كم بعت هذيك؟ 70,000 بعت، هذه 75,000. ما زلنا نبيع 75,000، ما في أي تطور صراحة. طيب تاريخ اللعبة، إجراء بحث. إجراء بحث؟ إيش بحث؟
يعد البحث مهما لفتح خيارات جديدة وجعل الألعاب أفضل. أتوقع هذا اللي يقول لكم عليه أنك تبني محرك، عليك أن تحاول إدخال نقاط البحث كافية لتكون قادر على إنشاء محرك ألعاب خاص بك. يا سلام، هذا اللي يتكلم عليه، هذا سيطور ألعابك بشكل كبير. يوم تجيك الألعاب كذا، أخبار الألعاب، يقولون لك والله شركة روكستار مدري شركة هذا بدوا يشتغلون على محرك جديد قوته كذا كذا، يعني تعرف أن اللعبة جاية تحتاج لها بلايستيشن 5 6. حاول أن تطور الألعاب بتوليفات عناوين وأنواع مختلفة من أجل دعم البحث قليلا. عناوين وأنواع مختلفة لدعم البحث قليلا. تلميح، إيش تلميح ذا اللي ما فهمته؟ محرك لعبة معدل 50 نقطة، ما عندي إلا 32. أوه، ما الشيء الذي تريد أن تبحث عنه؟ عناوين جديدة؟ يعني يجيب لي حق السجن هذا اللي قبل شوي، ولا مدرسة مدري إيش، يجيب لي شغلات جديدة بعشرة؟ خلنا نجرب. أو محرك لعبة معدل، محرك ما نقدر، خلنا نسوي عنوان جديد بعدين المحرك. شوف هذه حاليا الشغلات الموجودة عندي. وسأل مواصلات، يا سلام، تاريخ لعبة عن التاريخ، أعمال تجارية أوكي، صيد أوكي، هنتر العيون، هنتر روح صيد. ابدأ البحث، بياخذ وقت الظاهر، ما أدري. لا والله كويس، يمشي يمشي، والأسابيع تمشي، المعجبين يزيدون 95. إلى وانتد من جرين هارت جيمز، مرحبا وانتد، نحن صانعي لعبة جيم ديف تايكون، ونرغب بتقديم الشكر العميق لشرائك اللعبة ودعمنا. العفو، والله اني احبكم، هي اول لعبة لنا ويعيننا كثيرا استمتاعك بها بشرائك اللعبة، وقمت بدعم بدايتنا الصغيرة، والعمل لا امل بان نكون حريصين تقديم المزيد من اللعبة. يا ريتهم يشوفوني كثر ما امدحهم. انت رايق، شكرا شكرا شكرا. خلوا البحث حقي يخلص، الله يرحم والديكم. والله يا جماعة لعبة جميلة صراحة، فأتمنى أنها يعني مشاهدين مستمتعين ونكمل فيها كسلسلة. الجملة عدتها 13,000 مرة. المهم، نرجع تطوير لعبة جديدة، صيد قلنا، وين الصيد؟ صيد صيد، هذا الصيد، حلوين. لعب قلنا نسميها هنتر صح؟ هنتر، هنتر فيليج. اختار التصنيع، استراتيجية، لا محاكاة، محاكاة. اختيار المنصة، ما زال ماسكين جي 64. انتر، مبنية على النصوص، لا رسوم ثنائية الابعاد. ما عندي محرك، ليه ما اسوي لي محرك يدعم ثلاثة الابعاد عشان اصمم العاب زي حاليا، يعني الالعاب اللي نلعبها هاليومين يعني. اما ثنائية الابعاد وصيد، كيف صيد ثنائية الابعاد؟ قصة، ما نحتاج قصة. اسلوب اللعب مهم جدا، محرك خله. حلو، حك راسك، يلا هنتج، روح يا وانتج، روح يا تصميم، روح يا نقاط اخطاء. ايوه طيب، ذكاء اصطناعي مهم، تصميم المراحل. هذا اللي قلت مش فاهمه الحين، جيت كنت بكيس لكم كذا. مهم ذكاء اصطناعي، يعني الحيوانات الله يكرمكم يوم تتحرك كذا، هذا ذكاء اصطناعي. فتصميم المراحل يعني من فهمي، تصميم المراحل مهم. الحوارات اسحب على والدينها، ذكاء اصطناعي خله كذا عشان ما يكون يعني كذا ذكية ذكية مرة، ما حد بيعرف يصيد، خله كذا تمام. حلوين، تكنولوجيا تصميم، تكنولوجيا تصميم، البحث، نقاط البحث، يعني ها بدأت تزيد النقاط. الأصوات مهمة جدا، رسومات مهمة، تصميم لا رسومات خلها كذا، والله كل شيء مهم يا أخي. الأصوات خلها نص. في شيء على اليمين فاتني، في شيء على اليمين راح علي، يلا ما عليه. الأخطاء بدأت تقل. اليوم تم إصدار منصة الألعاب الجديدة TS، ما بقرأ الاسم الأخير. طيب خلي يصلح الأخطاء بعدين نسوينها. أخطاء حلوين، لو ما سويت كذا يزيد. ها زدنا، كان اكثر شيء 10 في التصميم، صرنا الحين 11، رقم قياس جديد، ما في ليفل 2. كفو تصميم المراحل، الحين انا صرت محترف كذا في تصميم المراحل، يعني من كثر ما اني كنت ارفع عن تصميم المراحل ارفع لهذا، فعشان كذا صرت محترف في الموضوع هذا. المهم، واصدار اللعبه، روح
33,000 لازم أن ننتبه موضوع الفلوس، لأن لو فقرت خلاص خلصت اللعبة. تغايم الأولية الهنتر وصلت. بسم الله. أوه كنا شفت 10 6 ملتوية، كم ملتوية لكن جيدة، شكرا لستار جيمز. حلو. 7 تركيز مع أسلوب اللعب خدم هذا اللعبة كثيرا. يا لبن فورم جيمز، من ممكن أن يكون أفضل جيم هيرو؟ والله ودي أشوف هذا مخلوق كذا قدام أمسك أفعص. عجبتني يا لب قلبك. والجيمز ترى من بدايتي كذا وهو جالس يسلك لي، بس جيم هيرو هذا يبي له رشوة، يبي له رشوة ولا نجلده ولا أدري كذا من ورا التريلات نجي نعطيه كم من ريال. حلوين. هنتر، هنتر وصلت 7.9 من أول أسبوعين، والله كل ما يزيد. ترتيب 12، ترتيب 12 من 100 من 100 من 92 وصلت 12. لقد فتحت العقود الآن برؤية العقود المتوفرة، أغلق هذه النافذة من ثم انقرر من ويلي. طيب هذا اللي أتكلم عليه. مرحبا، لقد انهيت لتوي وأنا معجب بموهبتك. أنا أعمل في مجال عقود العمل، نستطيع أن نستخدم مهارات مثل مهاراتك. متى ما عانيت من نقص بالمال أعلمني بذلك وسارة إن كان لدي عمل لك. جيسون، يا سلام عليك يا جيسون، والله يا جيسون نحتاج فلوس. معي 102,000 يا ولد، شكل هنتر والله جايب لي فلوس يا ولد. كيف 100؟ قبل شفتها 20,000 وأقول نحتاج فلوس. 31، لا والله مش أكثر واحدة هنتر لأنها كلفت كثير، ولا دخل 75 77. ما أدري بس كيف نطيت أنا 102، ما فهمت صراحة. بس حلو حلو حلو، بيع بيع يا ولد بيع. على فكرة لسه ما خلصنا، أنا حكمت على هنتر سريع، لسه ما خلصت، خليها تنسحب من السوق بعدين أعرف نحكم. المهم على بال ما تنسحب من السوق خلنا نسوي إيجاد عقد عمل عشان نجيب لنا فلوس زيادة، عشان نسوي لنا محرك وأمور كثيرة ترى تكلف بعدين. تعتبر العقود أداة مفيدة لجني مال إضافيا حيثما تكون، حينما تكون ميزانيتك قليلة كما يجب الحصول على نقاط بحث بسيطة. اختر أي العقود تريد قبولها بحرص. لو فوت الوقت النهائي لأحد العقود ستدفع غرامة، فلذا من الأفضل أن تبدأ بعقود أقل وانظر كيف ستبدي فيها. حلو. بيعطوني 22,000 إذا خلصتها، وإذا ما خلصتها خلال الخمس أسابيع بيشلون 4,000. وش هي 4,000 يا رجال؟ وش هي 5,000؟ أي واحد يعطيني فلوس أكثر؟ هذا 22. خالنا نروح قبول عقد 17. حلو حلو، ينقص. هو أعطوني الرقم هذا ينقص، شكله ما يمدينا يا ولد، شكله اللي بدفع 4,000 والله. يمدي يمدي يذيب يمدي، اشتغل اشتغل اشتغل، والله يمدي 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 يمدي. كفو نشهد، والله كفو، لأن معي خبرة يعني 3 ألعاب، خبرة 3 ألعاب. هنا وصلتني جلسة معلومات. وش يريد هنتر؟ سحبوها من السوق. الحين يمدينا نشوف هنتر كم باعت. وصلتني معلومات من زبون بأن العقد تم بنجاح، عمل ممتاز. عادة لدي عقود جديدة كل 6 شهور، تفقدها من حين لآخر. أوكي حلو. يا أخي البحث 50 نقطة، للحين ما أقدر نوصل 50 نقطة عشان نبني لنا محرك جديد. لا إله الله، إيش كنت تريد؟ إيه تاريخ لعبة هنتر 100,000. واو والله 100,000 من 30,000 صح، من 36,000 إلى 100,000. يا سلام، إيش اللي 100,000 جابتنا 146,000 بس خصموا منها التكاليف، صار الربح صافي 100,000. يا سلام والله شيء جميل، يعني اختياراتنا كانت جدا حلوة. ما ودي أطول مقطع كثير عشان الناس لا شافوا مدة المقطع، بعضهم يعني ما يحبون مدتها تكون طويلة وكذا، لكن والله أني حاب أني أستمر في هذه السلسلة. أتمنى 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 تكتبوا لي في الكومنت مثلا إيش أنواع الألعاب اللي تبون تشوفونها. لا إله الله، وين مثلا تكتبون لي عنوان اللعبة، أو العنوان اللي هو هذا مش الاسم، العنوان والاسم برضو، وش الجهاز مثلا، ايش اركز عليه وايش ما اركز عليه، من هذا الكلام. بس هذا كل شيء، اشكركم على المشاهدة وان شاء الله اتمنى انكم استمتعتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.